انت ما عاد فيك تروح لهنيك بقى مره ثانيه ابدا. عليا ما مرقت معها قصة غادة. شو هالصدفة يلي جابتك عهيد البناية بنفس النهار اللي اختفى في موعد مع حكيمة السنان؟ وحالة منى سمحت لتوصل عبيروت. روحي ضبي غراضك، عندك مشوار طويل. بنزل هلأ عبيروت. بس بورجو معي. شوفي تحت لسانك شو اللي بدك تقولي قولي. الهيبة طيلة شهر رمضان الكريم، 10:30 المساء على الام تي في.